نبدأ ورشتنا باسم بإذن الله اليوم بمقدمة عن برنامج الترصد. الترصد طبعا هو عنصر مونيتور للأدفيرس إيفنت، وعلى أساسه أنا بحدد عوامل الخطورة لها. بيوفر لي معلومات أقدر أستخدمها في تحسين الأداء. كذلك بقيس كفاءة وفعالية التدخلات الوقائية اللي أنا جالس أعملها. كذلك بقدر من خلاله أنا براقب البراكتس للهيلث كير وركر وأشوف امتثالهم، مثل للهاند هايجين، للسنترال لاين انسيرشن وغيره. كذلك بيكشف لي عن الأمراض اللي توجب علي الإبلاغ للوزارة عنها، يحدد لي الميكروبات والأمراض اللي لها أهمية وقائية وبائية علشان أنا أقدر أمنع انتشارها، مثل المالتي دراج ريزيستنت أورجانيزم والتي بي. أعرف منها هل المنشأة ملتزمة بالمتطلبات اللازمة عشان تحصل لي على شهادة الاعتماد، مثل منظمة سباهي والجي سي آي أو متطلبات وزارة الصحة. بعرف هل المنشأة ملتزمة بالأدلة الإرشادية والتوصيات اللي تصدر منها ولا لا، اللي تصدر من الوزارة أو لا. كمان يوفر لي معلومات عن البرنامج التدريبي، هل الناس مدربة عندي أو لا. مثلاً أنا لما بتابع الحزم الوقائية الباندلز، أنا بعرف من خلاله وين الخلل عندي، وين الناس محتاجة تدريب. يكشف لي كذلك عن الأمراض الناشئة، أقدر أستجيب لحالة الأمراض الطارئة المعدية، مثل ما حصل عندنا في جائحة كورونا،
يوفر لي البيانات اللي أنا أقدر أستخدمها لما أنا أعمل تقييم المخاطر السنوية لمكافحة العدوى عندي في المنشأة. علشان يكون عندي برنامج ترصد فعال، في مكونات أساسية لهذا البرنامج. أولاً لابد أني أنا أحدد المنهجية اللي هعمل عليها الترصد. هل أنا هعمل توتال سيرفيلنس، يعني هل أنا هعمل هوسبيتال أكوايرد انفكشن براقبها كلها في المنشأة، يعني بعمل اوفر اول انفكشن ريت، هل ينصح فيها؟ لا، لأنها ما هي دقيقة علشان أنا أعرف وين المشكلة، وبالتالي ما أعرف وين هحسن. حتى لما أنا أعمل مقارنة في ما بيني وما بين منشأة أخرى، ما حتساعدني النوع هذا من التقصي، غير أنها حتحتاج وقت وحتحتاج كادر. أو هل هعمل تارجت سيرفيلنس اللي حنا جالسين الآن شغالين عليه في المنشآت، اللي هو أنا أستهدف رعاية محددة مثل العناية، وأعمل تقصي مثلاً للعدوى المرتبطة بالقصادر البولية أو الوريدية أو الإجراءات الجراحية مثل العمليات والميكروبات اللي لها أهمية وقائية مثل MDRO. نوع هذا من الترصد، طبعاً في سنة 1990 CDC حولت نظام الترصد من Total House Surveillance إلى Target Surveillance. أنا في التارجت سيرفيلنس دائما أركز على الإيفنت اللي تكون هاي ريسك وهاي فوليوم. أو النوع الثالث إني أنا أعمل الاثنين معا، يعني أنا أحدد التارجت، مثل هعمل مونيتور للكاوتي في الاي سي يو، وأعمل موديفاي للتوتال هاوس سيرفيلنس، مثلا إني أنا أتابع نتائج المخبرية للمنشأة كامل عشان أنا أكتشف إذا كان عندي مثلاً MRSA أو VRA أو كلستر ولا Outbreak. الشيء المكون الأساسي الثاني اللي هو أنا أحدد البوبيوليشن اللي أنا هشتغل عليه، مين اللي عنده ريسك كبير يحصل عنده عدوى أو Adverse Event. هل هم حديثي الولادة أو الأطفال أو الأشخاص البالغين؟ هل هم الأمينو كومبريمايز؟ هل الناس اللي تعمل لي دياليزز؟ إيش نوع الخدمة اللي إحنا اللي بقدمها أنا للناس هذه؟ هل هي ميديكال ولا سيرجيكال؟ إيش نوع الإجراء والتدخل الطبي اللي يعمل عندي، مثلاً من عمليات أو تركيب قصادر؟ إيش الأمراض والحالات اللي موجودة في هذا البوبوليشن اللي جالس أنا أعمل له برنامج الترصد؟ بعد كذا أنا أختار الإيفنت اللي أنا هعمل عليه المونيتور، وهي واحدة من أهم الخطوات، وطبعاً ما تختار بشكل عشوائي، في حاجات معينة أنا لابد أني أنا أحطها في اعتباري، مثلاً نوع المنشأة الصحية ومجال خدمتها، مين البوبوليشن اللي منوم عندي؟ إيش الإجراء اللي أنا أعمله؟ أنا لما أعمل تقييم للمخاطر كل سنة قبل ما أعمل خطتي السنوية، إيش هي عوامل الخطورة للعدوى عندي؟ المستلزمات هل هي متوفرة ولا لا؟ أنا لما أقول المستلزمات أقصد فيها الموارد البشرية وغير البشرية، يعني البشرية هل عندي كادر مدرب وعدده كافي؟ الغير بشرية هل عندي مستلزمات مثلاً؟ وسائل الحماية الشخصية، معقمات اليدين، مستلزمات تطهير الأسطح، غرف العزل، الاختبارات المعملية اللي أحتاجها أنا في المختبر. هل الداتا متوفرة عندي وسهل إني أحصل عليها عشان أعمل السيرفيلنس ولا لا؟ أنا لما بعمل مونيتور للإيفنت اللي يكون عندي، مثل ما قلنا يكون الإيفنت اللي أختاره يكون هاي ريسك وهاي فوليوم، واللي عندها القدرة إنها توفر لي معلومات أنا أستخدمها لتحسين الخدمة وأحسن الانفكشن بريفنشن براكتس. الإيفنت مونيتور إما يكون بروسس أو أوتكم، حدث حصل نتيجة لتقديم الخدمة الصحية للمريض، مثل الهوسبيتال أكوايرد انفكشن، مثل البرود ستريم، اليونيت تراكت انفكشن، السيرجيكال سايد، او الانفكشن اور الكولونايزيشن وذ سبيسيفيك اورجانيزم مثل MRSA والMDRO.
او الفليبايتس اللي يكون ريليتد تو بريفرال انترافاسكولار ثيرابي. النوع الثاني من الايفنت اللي هو البروسس، اني انا اتابع الناس وهي تعمل الاجراء مثل السنترال لاين انسيرشن مينتنس اند ريموفال، او اليورين كاتيتر انسيرشن كير اند ريموفال، او الهاند هايجين، او الستاندرد بروكوشن ايزوليشن بروكوشن. لما انا اجمع البيانات هذه لكل مؤشر، لابد انا احدد الفتره الزمنيه، يعني اقول انا حجمع البيانات هذه لمده شهر ولا ربع سنوي ولا سنوي. بعدين لابد انا احدد تعريف الحاله، الكيس ديفينيشن، مين الحاله اللي عندي تعتبر اس اس اي، مين الحاله اللي عندي تعتبر كاوتي. اي تغيير في مطابقه الحاله للتعريف حتغير النتائج اكيد، وحتكون البيانات غير موثوق فيها. في بعضهم يقول لك انا ما عندي حالات عدوى، لكن لما نرجع للكريتيريا ونبدا نطبقها الاقي لا عنده. فلا بد انه ان الكريتيريا تكون محدثه حسب تعليمات اداره الترصد اللي في الوزاره. بعد كذا ايش الداتا اللي انا محتاج اجمعها على حسب الايفنت اللي انا حددته؟ لما انا ابدا اجمع الداتا يحتاج مني الوقت اللي احدده، زائد لابد ان تكون الناس مدربه سواء في قسم مكافحه العدوى او في الاقسام اللي انا بعمل فيها الترصد. ايش الداتا اللي انا احتاجها، او عناصر الداتا اللي انا اجمعها؟ ولابد انها تشمل على اسم المريض، العمره، الميديكال ريكورد نمبر، الفيزيشن نيم، اليونت اللي فيها المريض، ديت اوف ادمشن، ديت اوف انست الانفكشن، تايب الانفكشن، الديت اوف ديسشارج، الترانسفير او الديث. كذلك المعلومات اللي انا احدد فيها هل الحاله مطابقه للتعريف او لا، مثل اللاب لابوراتوري والدياجنوستيك تيست، السايت اند ديت كلتشر اند الاورجانيزم ايزوليتد، الكلينيكال ساينس اند سيمتوم. واحده من الداتا كمان اللي انا اجمعها اللي هي عوامل الخطر للعدوى اللي انا رصدتها للمريض، مثلا الاجراء الجراحي اللي عمل، تاريخ هذا الاجراء، اذا انا استخدمت قسطره متى تركبت القسطره، متى اتزالت، ايش نوعها، فتره استخدامها. لابد اني انا احدد طريقه لتحليل هذه البيانات، يعني انا اعطي ملخص لخصائص البيانات اللي انا جمعتها. لابد اني انا اعرف النيومينيتور والديمينيتور، لابد اني انا اعرف احسب الريت، البيشنت ديز، الديفايز ديز، الديفايز يوتيلايزيشن ريشو، الستاندرالايزد انفكشن ريشو وغيرها. لابد ان انا احدد طريقه جمع البيانات هذه، هل انا اجمع بطريقه الريتروسبكتيف او الكونكرنتلي. يعني الريتروسبكتيف انا ارجع باثر رجعي بعد خروج المريض. الميزه انه يكون الملف الطبي الداتا اللي فيه تكون مكتمله اللي انا احتاجها، طبعا هذا اذا الناس التزمت في تعبئه الداتا هذه. عيوبه اني انا ما اقدر اكتشف اذا حصل عندي اوت بريك، او ممكن الملف الداتا ما تكون مكتمله المعلومات اللي انا احتاجها. الكونكرنتلي اللي هو المريض لا يزال منوم عندي في المنشاه، فتسهل علي مراقبه المريض، انا ممكن اعمل مقابله مع الكوادر الصحي عشان انا اعرف استوفي معايير تعريف الحاله. ميزه اني اعمل تقصي وترصد والمريض موجود، انا اقدر مباشره اتخذ الاجراءات الوقائيه، اكتشف اذا حصل عندي اي اوت بريك، فرصه اني انا ادرب الكوادر، فرصه اني انا اعمل اديوكيشن للمريض. مصادر جمع الداتا هذه اللي احنا نحتاجها اللي هو الملف الطبي أو التقارير اليومية اللي تكون من المختبر، قائمة الدخول للمرضى والتشخيص، التقارير الشهرية اللي مذكور فيها عدد أيام المرضى، النيرسينج كير بلان سواء الورقي أو الكمبيوترايزد.
المقابلات اللي أنا أعملها مع الستاف، قائمة المرضى المنومين عندي مثلا في العزل، قائمة الأدوية اللي ياخذها المريض، نتائج الفحوصات من قسم الأشعة، سجلات الإجراءات الطبية مثلا في غرفة العمليات، في الـ Respiratory Therapy Department، في الميديكال كير يونت، أو من خلال الأبزرفيشن، من خلال جوالاتي أنا كإنفكشن كنترول، وأنا أعملها في الأقسام هذه. لابد أتأكد إنه الشخص اللي يقوم لي في الترصد يكون adequate training، عارف كيف يراجع لي الملف الطبي، عارف كيف يجمع لي الداتا، عارف كيف يحلل لي هذه الداتا، كيف يتأكد إنه الإيفنت هذا مطابق للكيس ديفينيشن. كذلك لابد إنها تكون نماذج جمع البيانات موحدة، وأنا مدرب الناس عليها، وأنا كإنفكشن كنترول أعمل لهم متابعة باستمرار. نماذج الترصد لابد أنها تكون مصممة بطريقة تسهل على الكوادر تعبئتها، يعني مثلا أنا كل آيتمز أكتب له نعم أو لا، أو إني مثلا أقول له الآيتمز الفلاني نعمل عليه سيركل أو تشيكت، عشان أنا أسهل على الناس تعبئة هذه الداتا. مهم إني أنا أعمل تقرير يفسر لي هذه الداتا، وأنا أعرضها لقادة المنشأة أو القسم المعني، إما تكون على جداول أو رسوم بيانية أو المخططات. مجرد ما أنظر لها أنا أعرف وين الخلل فيه. لابد أن يكون التقرير الخاص بالترصد يحتوي على عدة أشياء. أولاً أن يكون يحدد لي الإيفنت اللي عندي، مين البابيوليشن، إيش نوع السيتنج، التايم بيريود اللي أنا عملت فيه السيرفيلنس، مثل مثال عليه أنا أقول مثلا SSI in patient undergoing coronary artery bypass graft in hospital A من جينوري مثلا 2022 إلى ديسمبر 2022. لابد في التقرير أنا أحدد المعايير المطابقة للكيس ديفينيشن تبع مثلا للمو اتش كريتيريا فور مثلا SSI فور كلابسي فور كاوتي. لابد أنا أحدد عدد الحالات أو الإيفنت اللي في البوبيوليشن اللي أنا عملت عليه الترصد. مثال أقول أنا عندي 2 SSI in 179 coronary artery bypass graft procedure performed عندي. لابد إني أنا أشرح الطريقة اللي أنا استخدمتها علشان أحدد الحالة. مثلا إنه أنا راجعت الملف الطبي، أنا راجعت اللاب ريزلت. كذلك لابد أنا أحدد الأساليب الإحصائية والحسابات اللي أنا استخدمتها وقت التقصي. لابد أذكر في التقرير إيش الهدف من الترصد اللي أنا عملته. دائما هدفنا من الترصد إني أنا بحدد الريسك فاكتور للإنفكشن، وعلى أثرها أنا أقدر أعمل implementation عشان أعمل prevent للإنفكشن إنه يحدث مرة ثانية عندي. أذكر الإجراء اللي أنا اتخذته، يعني أنا كإنفكشن كنترول أنا ما أعمل ترصد وخلاص، لا، المفترض يكون لي recommendation وأذكرها في التقرير. وقت ما أعمل جولتي أنا لازم يكون لي تصحيح آني، يعني لحظي أنا أصحح، أنا أدرب الناس لحظي، ما أنتظر بعد ما ينتهي الشهر وأبدأ أنا أقول والله الناس كذا الناس كذا، لا، أنا عندك تصحيح آني وترصد الشيء هذا عشان نتلافاه المرة الجاية. لابد أن يذكر مين الشخص اللي قائم بالتقرير، التاريخ، لمين يتوزع التقرير هذا، مثلا للجنة مكافحة العدوى لمناقشته، للقسم المعني، للستيك هولدر عندي في المنشأة اللي هم بارت من عملية التحسين. لما أبغى أعمل مقارنة للداتا أو بنش مارك وكمبريزن مع منشأة أخرى، لابد إنها تكون تقدم لي نفس الأكتيفيتي
طبعا الهدف من المقارنة ما هو المفاخرة لا، احنا بنقارن الداتا مع منشأة ثانية تقدم نفس الخدمة لتحسين الخدمة فقط. لابد أن تستوفى بعض المقارنة هذه، مثل معايير تعريف الحالة تكون موحدة ومحدثة، الفترة الزمنية للتقصي تكون موحدة، طريقة جمع البيانات والترصد كذلك تكون موحدة. الريت والريشو يتم حسابها باستخدام نفس البسط ونفس المقام. دائما حجم المقام يكون لارج انف علشان يعطيني تقدير دقيق للمعدل الحقيقي اللي عندي. نفس ما قلنا المنشأة تكون تقدم لي نفس الخدمة، يعني أنا أقارن مثلا الـ NICU في منشأة 100 سرير، إذا المنشأة اللي أنا أقارن فيها تقدم نفس الخدمة. طبعا من هذا كله احنا نلخص السيرفيلانس سايكل بخمس أشياء: داتا كولكشن، داتا انتري مانجمنت اند اناليسيس، الداتا انتربريتيشن اند ريكومنديشن، الريبورت ديسمينيت اند امبلمنتيشن، الكوركتيف انترفينشن، والامبروفمنت بروجكت. طبعا هذا برنامج الباور بي اي، اكيد زملائنا اللي شغالين عليه عارفينه، لادخال البيانات وتحليلها، حيتكلموا عليه باذن الله زملائي لاحقا في الورشه. هل احتاج انا اقيم برنامج التقصي عندي؟ طبعا اكيد احتاج. اذا برنامج الترصد عندي حقق لي الاهداف اللي احنا تكلمنا عليها في بدايه المحاضره، اذا انت برنامجك فعال. احافظ على مستواي هذا واطور واحسن. شكرا لحسن استماعكم، اذا كان في اي سؤال يريد تكتبوا لنا في الشات.